السلام عليكم، اهلا بكم في قناه المستر. النهارده هنحل كراسه المعاصر للمراجعه سنه اولى اعدادي. هنحل امتحانات 8 و9 و10 من صفحه 58 لصفحه 66. انتظرونا. صفحه 58 الامتحان رقم 8، اول سؤال listening، تاني سؤال المحادثه نفهمها كويس. كاظم is talking. كاظم بيتحدث عن الرحله بتاعته، فاسر بيقول له what are you doing now، ماذا أنت تفعل الآن؟ قال له I am looking at، أنا أنظر إلى نقط of my trip، بتاعت الرحلة بتاعتي. من الجملة اللي بعدها اللي هو إيه؟ مع صور للرحلة، يبقى الإجابة photos. يبقى أول إيه رقم واحد هتبقى الإجابة the photos. فهنا قال له where، أين، وبعدين نقط you go. فقال له إيه؟ يعني أين أنت ذهبت؟ الرحلة دي كانت فين يعني؟ قال له I went to، أنا رحت إيه؟ رحت باريس. الإجابة هنا في رقم 2 هنقول did، يجيب فعل مساعد did. طب ليه؟ لأن في الإجابة هنا went ده ماضي بسيط، فطبعا إيه بقى في السؤال نجيب فعل مساعد did ونرجع الفعل طبعا لمصدره to go. آسر قال له what places did you visit، ما الأماكن اللي أنت إيه زرتها؟ الأماكن اللي زارها فين؟ في باريس. يبقى لازم نجيب حاجة مناسبة إيه تكون في باريس. يبقى هيقول I visited مثلا إيه the Eiffel Tower، برج ايفل، او ذا ميوزيومز، وخلاص المتاحف. اسر قال له what did you، ماذا انت، وبعدين نقط there. قال له I bought some souvenirs، انا اشتريت بعض الهدايا التذكارية. يبقى ماذا انت ايه فعلت هناك او اشتريت من هناك يعني. يبقى اربعة تبقى do او buy، دي. بعد كده كاظم قال I bought some souvenirs، فبعد كده ياسر قال له can I see them، ممكن اشوف الايه الهدايا التذكارية ديت. هيقول له طبعا ايه yes sure، نعم بالتأكيد، عشان ما ينفعش تقول له no بقى. صفحة 59 ده سؤال القطعة، هنقول معناها. بقول نهر النيل ده مهم جدا للمصريين، اطول نهر في العالم. بعض الناس ايه تستخدم نهر النيل في انهم بيصطادوا سمك، والاخرون ينتقلوا او يسافروا في المراكب الصغيره كده من مكان لمكان. ولكن اهم شيء ان احنا ايه بنستخدم النيل طبعا للايه لري الايه الاراضي الزراعيه. ذات مره في رجل قال ان النيل ده ايه هو الصديق الحقيقي للايه للفلاح، لذا نحن نحتاج نحافظ عليه ايه نظيف. باد بيبول يعني الناس اللي هي الأشرار، الناس اللي مش كويسة، بترمي الكمامة والحيوانات الميتة في النيل. كل هؤلاء الناس يجب ان هم ايه يتم معاقبتهم. ده معنى القطعة. واحد the main idea، ما الفكرة الرئيسية للقطعة دي؟ الفكرة الرئيسية هي أهمية نهر النيل. The importance يعني أهمية of the river Nile، نهر النيل. عايز تقول إجابة تانية بس تكون مناسبة لمعنى القطعة ماشي. 2 why should bad people، لماذا الناس الأشرار يجب ان هم ايه be punished، يعاقبوا. ليه بقى؟ هنقول because لأن، ونجيبها من القطعة نقول ايه بقى bad people throw rubbish، بيرموا الايه القمامة، and dead animals، والحيوانات الميتة، in the Nile، في النيل. 3 do you think، هل تعتقد the Nile is important، النيل مهم؟ لو قلت yes قول ليه، لو قلت نو قول لي. هنقول يس طبعا. ليه بقى؟ يس اي ثينك سو، نعم اعتقد ذلك ان نهر النيل ايه مهم. بيكوز لان، نجيبها من القطعه. وي يوز ذا نايل، النيل، فور irrigating اور لاندز، لري الايه الاراضي بتاعتنا. ده اهم شيء يعني. في حاجات تانية ممكن نقولها. الاختياري 4 تبقى سي، 5 ايه، 6 هتبقى ايه الكلمة دي معناها القمامة زي رابش برده litter. السؤال الاختياري 1 نقط is the language، هي لغة الدول العربية، اللغة العربي Arabic. 2 my mother always cooks، مامتي دايما بتطبخ ايه نقط food، طعم ايه، we all like it، كلنا بنحب الايه الاكل اللي بتعمله، يبقى delicious لذيذ.
ثلاثة he plays the piano، وبيعزف على البيانو. in a famous في ايه شهير؟ باند، فرقة موسيقية. صفحة 60. أربعة you should، يجب عليك. keep your password، تحافظ على ايه؟ كلمة السر. طبعا تكون ايه؟ secret، سرية، كلمة المرور يعني. خمسة كريم has a، كريم يتناول ايه؟ نقط. before he goes to bed، قبل ما يروح ينام، يتناول سناك، وجبة خفيفة. ستة محمد صلاح has got، محمد صلاح عنده ايه؟ نقط هير، شعر كيرلي مجعد. سبعة حبيبة مرزوق، بعدين نقط for 5 or 6 hours، لمدة 5 أو 6 ساعات كل يوم تتمرن trains. تمانية this is my aunt، ديت ايه؟ عمتي. نقط name is أمال، يبقى اسمها هير، ديت صفة ملكية، جه بعدها ايه؟ اللي هو الاسم المملوك ده name. تسعة look انظر، look هنا تدل على المضارع المستمر، عادل يبقى ايه المضارع المستمر؟ is working. ما اخترناش طبعا R لان عادل طبعا ايه؟ مفرد بياخد is. عادل يعمل في الايه؟ in the garden، في الحديقة. عشرة إيه نادر has got a wheelchair، يعني عنده ايه؟ كرسي متحرك. نقط he can't walk very well، لانه ما يقدرش يمشي بشكل جيد، لان يبقى because. السؤال اللي بعده رقم خمسة read and correct، اقرأ وصحح الكلمة تحتها خط. الإجابة جاهزة بس نفهم السبب. هنا في رقم واحد many هتبقى much، كثير للإيه؟ للكمية، عشان هنا ده إيه؟ fruit juice، عصير الفواكه، ديت إيه؟ كمية، ما تاخدش many. اتنين ال watch ديت هتبقى watching، زود لها ing، ليه؟ عشان جت بعد الفعل إيه؟ like، like يجي بعد الفعل فيه ing. ثلاثة good بتاخد حرف الجر at، لما يكون اقول ايه بقى؟ جيد فيه، جيد في شيء. أربعة do ديت هتبقى did، لأن عندي هنا في السؤال كلمة ايه؟ yesterday، أمس، تدل على الماضي البسيط. صفحة 61 الامتحان رقم 9 محافظة البحيرة. السؤال التاني على طول ده سؤال المحادثة. عادل is at the supermarket، عادل فين؟ في السوبر ماركت. عادل بيقول هلو هاو ار يو، بيقول للبائع كيف حالك؟ فرده قال له هلو فاين ثانكس، بخير شكرا. هاو كان اي، كيف يمكنني، وبعدين نقط يو، يبقى الاجابه ايه؟ هيلب، كيف يمكنني ان اساعدك. واحد هتبقى هيلب. تمام، المحادثه السنه دي مش هتيجي انك تكتب كلمه واحده، لا هتكتب اجابه كامله، يعني هيبقى سايب لك الفراغ ده كله، هتكتب السؤال كامل. عادل قال have you، هل لديكم نقط تشيز، يبقى have you got، اتنين got. ردوا قال yes we have got some، فسأله هنا بيقول له how much do you want، ما الكمية اللي انت عايزها، فقال له هنا I وبعد النقط عايز ايه؟ نص كيلو، يبقى want، تلاتة want يريد. فقال له بقى ايه في رقم اربعة؟ نقط you are، يبقى تفضل here، here you are. بعد كده بيقول له how much does it cost، يعني تكلف قد ايه تمن الايه نص كيلو ده؟ قال له 8 نقط 30 باونس، 30 جنيه، يبقى it costs، تكلف. بعد كده عادل قال له ايه؟ thanks a lot، وخلصت بقى المحادثة على كده. صفحة 62 وده سؤال القطع، هنقول فكرتها. كل صباح اطفال من ايه؟ من قرية بعيدة بيركبوا الدراجات للمدرسة. ركوب الدراجات ده بالنسبة لهم بيكون ايه؟ شيء رخيص وصحي، مفيد صحيا، بيصلوا في الميعاد. في اطفال تانيين في اوغندا بيعيشوا بالايه؟ بالقرب من البحيرة، لازم يركبوا الايه؟ الزورق، عشان ايه؟ يعدوا للمدرسة بتاعتهم. في اطفال تانيين في امريكا في الشتاء بيركبوا ايه؟ سنوموبيل، اللي هو ايه؟ زحافة الجليد، لان بيكون فيه جليد. السؤال هنا ايه رقم واحد؟ give a suitable title، اعطي عنوان مناسب للقطعة دي. العنوان المناسب الذهاب للمدرسة، going to school. عايز تقول عنوان تاني يكون مناسب للمعنى، ماشي. اتنين do you think، هل تعتقد ان ده ايه؟ useful، مفيد، to go to school، الذهاب للمدرسة، on a bike، بدراجة. لو قلت yes قول ليه، لو قلت no قول ليه. هنقول yes because، لانه، ونجيبها من القطعة هنا.
رقم 2 It is a cheap and healthy way. هي طريقة رخيصة صحية يعني ورخيصة بس. 3 Why do children لماذا الأطفال in the USA في أمريكا use a snowmobile يستخدموا الإيه زحافة الجليد in winter في الشتاء عشان بيكون في جليد هنقول because لأن نجيبها من القطعة in winter في الشتاء there is a lot of snow يوجد كثير من الجليد in the USA. الاختيار 4 هتبقى B 5 هتبقى A 6 هتبقى D. السؤال اللي بعده اختياري أول واحدة في الاختياري your mom or dad's brother يعني أخو باباك أو مامتك is your إيه بقى uncle عم أو خال ان وبعدين نقط has no mother or father يعني ما عندوش ايه لا اب ولا ام اللي هو اورفان يتيم. صفحة 63 3 حبيبة has no time ما عندهاش وقت انها ايه تفقده يعني she is always هي دائما يبقى busy مشغولة lose بمعنى ايه يفقد او يخسر. 4 a sensible person اللي هو الشخص الايه العاقل الحكيم يبقى الإجابة إيه؟ makes good decisions يتخذ قرارات جيدة. 5 not is not a cooking verb ليست فعل من أفعال الطهي اللي هي كلمة إيه؟ pudding اللي هي خلطة الإيه؟ الخلطة بتاعت الأرز واللبن اللي إحنا بنعملها في مصر. 6 my family وبعدين not a picnic إن الأزهر بارك يسترداي يعني إيه؟ أمس. هنا مع بيكنك بناخد الماضي طبعا ايه هاد. 7 المثال ده لسه جاي في القطعة هتبقى الإجابة سنو في أمريكا يوجد جليد في الايه في الشتاء. 8 My father has a red shirt يعني بابايا يعني ايه معاه ايه أو عنده قميص ايه أحمر but not is blue ولكن قميص أنا بقى ملكي ملكي هنا هتبقى mine قميص أنا لونه ايه أزرق يعني الأب قميص أحمر والولد قميص أزرق ينفع. 9 all my brothers and sisters كل إخوات الإيه الصبيان والبنات طبعا دولت إيه جمع هتاخد have دي أبوستروف إيه في إيه اختصار ل have got dark curly hair شعر إيه أسود مجعد. 10 مصطفى loves مصطفى يحب نقط art at school بيحب الإيه يعني يمارس الايه الرسم في المدرسه طب يجي بعد الفعل في اي ان جي تبقى دوين. السؤال اللي بعده رقم 5 ريد اند كوركت اقرا وصحح كلمه تحتها خط دي. 1 does هتبقى مضارع مستمر is doing عشان عندي هنا at the moment دي تدل على المضارع الايه المستمر. 2 where هتبقى was طب ليه لأن ذا بيتش الشاطئ دي مفرد من خدش وير تاخد ووز. 3 منز أبوستروف إس معنى إيه ملكية للرجال حصان الرجال ألوانها إيه زاهية طبعا من ديت إيه جمع مان وبعدين إيه بقى نحط لها أبوستروف إس في حالة الملكية. 4 إز بتيجي قبل أولويز يبقى الإجابة إيه إز أولويز. صفحة 64 الامتحان رقم 10 محافظة كفر الشيخ أول سؤال listening استماع تاني سؤال محادثة نفهمها كويس. نور is telling سارة نور ايه بتكلم سارة عن ايه about her trip عن رحلتها. سارة بتقول لها what are you doing ماذا تفعلين قالت لها I am not the photos of my trip الأولانية هتبقى ايه looking at احنا حللنا المحادثة دي قبل كده في امتحان قبل كده أنا بنظر إلى ايه صور الرحلة بتاعتي. سارة قالت لها Where did you go؟ أين أنت ذهبتي؟ ردت وقالت I وبعد النقط يعني أنا ذهبت لباريس يبقى ذهبت هتبقى went عشان السؤال طبعا إيه هنا في did فطبعا في الإيه في الإجابة نخلي go تبقى went للماضي البسيط. سارة قالت What places ما الأماكن did you والتي أنت إيه نقط فقالت لها I visited أنا زرت برج إيفل and the museum والمتحف يبقى الإجابة في 3 هتبقى visit يبقى what places did you visit ما الأماكن اللي انت زرتيها. سارة قالت what did you not there ماذا أنت
فردت وقالت نور I bought، أنا اشتريت some souvenirs، بعض الهدايا التذكارية. يبقى في 4 هتبقى الإجابة إيه؟ باي. طبعا وبنرجع الفعل لإيه؟ لمصدره، يعني في الإجابة بوت، ففي إيه في السؤال هتبقى باي، عشان طبعا في فعل مساعد هنا ديد، بنرجع الفعل لمصدره. سرقت لها كان I see them، يعني بتقول لها أنا اشتريت هدايا تذكارية، فدي بتقول لها إيه سارة؟ هل يمكن إن أنا أشوفها؟ هتقول الإجابة إيه بقى الرد؟ يس أوف كورس، نعم بالطبع، أو يس شور، نعم بالتأكيد. السؤال اللي بعده سؤال القطعة، هنقول فكرتها. مصر دي بلد ايه كبيرة في افريقيا، وبلد ايه رائعة، كل سنة كثير من السياح يزوروا ايه مصر، وما بيجوا ايه باي اير، جوا بالطيارة او ايه بالايه بالباخرة بالسفينة. most of them، معظمهم. بقية القطعة في صفحة 65، 65 عندنا، معظمهم يفضلوا زيارة مصر في الشتاء لأن مصر بتكون إيه دافئة. هما بيزوروا أماكن جميلة كثيرة، بيزوروا إيه المتحف المصري في القاهرة، بيذهبوا إيه إلى الجيزة عشان إيه يشوفوا الأهرامات وأبو الهول، يذهبوا إلى الأقصر عشان يشوفوا إيه معبد الكرنك. في الصيف هم بيذهبوا إلى الشواطئ للاستمتاع بالسباحة والصيد. they spend، يعني هما بينفقوا بيصرفوا يعني فلوس كتير في مصر، دي بتكون مهمة طبعا لإيه لمصر. السؤال الأولاني، why do you think، لماذا أنت تعتقد تور السياح بريفير يفضلهم visiting، زيارة مصر في الشتاء؟ الإجابة من القطع هنا because it is usually warm، لأنها إيه عادة بنكون إيه دافئة، الشتاء في مصر بيكون دافئ. دي واحد. اتنين، give a suitable title، اعطي عنوان مناسب للقطعة ديت، لأن المناسب السياحة في مصر tourism in Egypt. عايز تقول عنوان تاني بس يكون ايه مناسب للمعنى، ماشي. رقم ثلاثة، كلمة they اللي هتعطيها خط في القطعة refer to، تشير إلى السياح، عايد على tourist، السياح. سؤال الاختياري، 4 هتبقى B، 5 هتبقى D. كلمة fine دي معناها ايه؟ very good. السؤال اللي بعده اختياري، سؤال الاختيار رقم 1، I not wonderful time، وقت ايه رائع، last week، الاسبوع الماضي، يعني انا ايه قضيت وقت رائع، يبقى had. 2، نقط drinks، مشروبات are bad for your health، يعني ضارة بصحتك، اللي هي fizzy drinks، مشروبات الغازية. 3، a not is something، شيء ما، you buy، انت بتشتريه عشان تتذكر اجازة، سيفونير، هدية تذكارية. صفحة 66 رقم 4، to make a video call، عشان تعمل مكالمة ايه، مكالمة فيديو، نقط on your tablet، يبقى شغل التابلت، هنا هتبقى ايه على هيئة أمر طبعا، يبقى فعل في المصدر turn، بقول له هنا ايه شغل التابلت. 5، عمر is، عمر يكون، نقط he is happy، مسرور، to do something dangerous، عشان يفعل ايه هو بيعمل اي حاجة خطيرة كده، يبقى شجاع، brave، ما بيخافش. 6، I'd like to، انا احب ايه، نقط a selfie، مع selfie دايما بنستخدم take، اخد ايه صورة selfie in front of، امام النهر. 7، we can read and borrow books، نستطيع ان احنا نقرأ ونستعير الكتب، فين؟ library، مكتبة. 8، she's only 5، هي عندها 5 سنين، نقط she can read and write، ولكنها بتعرف تقرأ وتكتب، ولكن يبقى بط المعنى هنا. 9، something scary، شيء ما مخيف، makes you feel، يخليك ايه بقى feel frightened، تشعر انك خائف مرعوب. 10، نقط بنسل is this، يعني القلم الرصاص ده ملك مين، رد وقال it's هبز، انه ملك ايه هبة، يبقى ملك من، هوز. السؤال رقم 5، read and correct، اقرأ وصحح الكلمة اللي ايه تحتها خط، الاجابة جاهزة بس نفهم السبب. 1، buy هتبقى bought، يعني اشترى للماضي الايه البسيط، طب ليه؟ عشان عندي هنا last تدل على الماضي البسيط، last summer الصيف الايه الماضي.
اتنين don't هتبقى doesn't، لأن أميرة ما بتاخدش don't، ديت ايه مفرد اهي، بتاخد ايه؟ تاخد doesn't. تلاتة has هتبقى have، عشان I بتاخد have، إيه ما بتاخدش has. أربعة children's، هنا هنعمل ايه؟ هنكتب apostrophe s هنا الملكية، بيقول ايه ملابس الأطفال موجودة في الايه في الشنطة ديت.